صباح الخير من يوم الثاني من مدينة مسقط يا عمان. شفنا حاجات كتير قوي في الفيديو اللي فات من المدينة، والنهاردة كمان هنشوف حاجات أجمل. يا ترى إيه اللي هنشوفه النهاردة يا صديقي؟ حاجات كتير. في معلومة أنت نسيت تقولها. مش عارف. في معلومة نسيت تقولها. إيه؟ إن أي حد معاه جنسية هولندية وعايز يجي على عمان ليه 14 يوم فيزا فري. تمام. يعني يجي مفيش فيزا. مفيش فيزا. 14 يوم وثانية مشكلة، لازم فيزا، لكن أقل من 14 يوم مفيش فيزا. المهم هنشوف إيه يا جماعة؟ إحنا نسينا أهو، هنتفرج على أهم المعالم اللي أنا شايف إنها مهمة. من وجهة نظري طبعا ممكن واحد تاني يقول الحاجات دي مش مهمة، ولكن دي اللي انا حاسسك لو جيت على مدينة مسقط لازم تشوفها. فلو انتوا يعني انتوا شايفيننا عشان احنا مش شايفينكم، لو متحمسين الفيديو فاستعد، لانك الطيارة ستقلع بك الى مدينة عمان. مدينة سوق السمك، سوق مطعم. فاستعد، لان استنى شوية بس خليها مفكحة نروح. طيب. فيه. فإذا أنت متحمس فاستعدت أن الطيارة ستطلع بك إلى مسقط من عمان. تشوينا الحمد لله. خليني أكمل الجملة. من مسقط في عمان، فلو أنت متحمس اشترك بالقناة، مستعد لتجربة جديدة في مدينة جديدة، ويلا بينا. وصلنا منطقة مطرح. ومطرح هي منطقة الميناء في العاصمة العمانية مسقط، وواحدة من أكثر المناطق التاريخية الموجودة فيها، كمان بتكون مركز تجاري رئيسي للمدينة، وبتضم واحد من أكبر المواني البحرية في المنطقة. ويمكن عشان الهندسة المعمارية المبانيها، أو علشان المناظر الخلابة لخليج عمان اللي بيساهم في جمال العاصمة، طبعا بتلقب منطقة مطرح بعروس مسقط. واتفضل وصلنا. شايف السفينة دي ما شاء الله؟ يا ترى ده يخت سلطاني ولا مركب سياح؟ وأحلى شيء بشوفه في أي بلد يا جماعة، كورنيش البحر. فخلينا نتمشى في الوجهة البحرية لكورنيش مطرح ونشوف أهم معالمها. وأكثر المناطق الجذب شعبية في منطقة مطرح هي كورنيش مطرح. كورنيش مطرح بيكون ممشى زي ما انتم شايفين على الوجهة البحرية للمنطقة، وبيوفر إطلالة بانورامية جميلة على البحر وفق المدينة. وتاريخ كورنيش مطرح طويل، لأنه كان في يوم من الأيام الميناء الرئيسي لسلطنة عمان، خاصة في تجارة التوابل البحرية في البلاد في العصور الوسطى. وحاليا اتحولت المنطقة لوجهة سياحية زحمة مليانة أسواق ومحلات تجارية ومطاعم، اللي بيمكن السياح والسكان المحليين ان هم يستمتعوا بالأجواء العربية العمانية التقليدية في المكان ده. وفي مبادرة شغالة تطوير الميناء سياحيا، فتم تطوير الكورنيش وكثرة المطاعم والقهاوي فيه والمحلات التجارية، وتم تطوير سوق مطرح للسمك اللي موجود في آخر الكورنيش، وحروح عليه أكيد في نهاية اليوم. المكان ده اللي بتتباع فيه المأكولات البحرية الطازة يوميا. بالإضافة لكده إن الميناء ده بيكون مكان عشان ترسو فيه السفن السياحية والبحرية والمراكب السلطانية. عشان كده تجربة رحلة بمراكب شراعية ممكن تكون نشاط ممكن تعمله هنا، عشان تشوف الكورنيش من بعيد أو تشوف غروب الشمس مثلا لو أنت رومانسي شوية زيادة. وسواء جيت هنا عشان تتمشى وتغير جو كده على الكورنيش وتستمتع بالمناظر الخلابة، أو حتى جيت عشان تتسوق في الأسواق الموجودة هنا، فيعد كورنيش مطرح وجهة لازم تيجي تشوفها وما تفوتهاش لو زرت المدينة. وعلى كورنيش مطرح موجود المسجد الجميل ده. المسجد ده اسمه مسجد الرسول الأعظم، اللي بيكون مثال جميل جدا على العمارة الإسلامية العمانية التقليدية.
المسجد مشهور باسم تاني بس مسجد اللواتية، نسبة إلى قبيلة اللواتية التجارية اللي كان مقر شغلها الرئيسي في محافظة مسقط وفي منطقة مطرح. حدي الشارع وأكمل لكم كلام. والمسجد شهادة على ثروة ونفوذ قبيلة اللواتية في المنطقة هنا، اللي ما بخلوش على المسجد بل وشاركوا في تطوير المنطقة كلها كمان بعد كده. أما المسجد نفسه فتم بناؤه في الأصل في القرن الخمستاشر وتجدد أكتر من مرة وعيد بناؤه، كان آخرها في تسعينات القرن الماضي لما تم توسعته بإضافة مساحات ليه عن طريق هدم بيوت من اللي حواليه وتعليته كمان علشان يبقى 3 طوابق، وبيتم افتتاحه مرة تانية في 15 مارس 1998. وتعالوا ندخل ونشوف المسجد من جوه. إن شاء الله يكون فاتح. واكتر حاجه بتميز المسجد هي قبته الزرقاء ومأذنته، 2 متزينين بفسيفساء بتحتوي على نصوص من القرآن الكريم. والمسجد غير مفتوح لغير المسلمين، ولكن ممكن للزوار انهم يستمتعوا بالمظهر الخارجي الجميل للمسجد ويتعرفوا على تاريخه واهميته بالنسبه لقبيله اللواتي والمجتمع الاسلامي الواسع في مدينه مسقط. وصلت قلعه مطرح. قلعة مطرح بتكون على التلال المطلة على ميناء مطرح على خليج عمان، وهي عبارة عن حصن تاريخي كان بمثابة نقطة دفاع استراتيجية ضد الهجمات ونقطة مراقبة لمراقبة المنطقة المحيطة بالقلعة من أبراج المراقبة الموجودة عليها. شايفين القلعة بعيد قد إيه؟ القلعة عالية قوي وطلعتها صعبة جدا يا جماعة، كله من الهواية اللي بقت عندي زي الإدمان واللي هتجيب أجلي في يوم من الأيام، وهي حب الاكتشاف والمغامرات اللي مش عارف أخلص منها. وكل دي سلالم، الله يهون الطلعة علينا. لسه هنطلع كل الطلعة دي، استعنا عشاء بالله. كل التعب اللي تعبته ده يا جماعة في التصوير عشان اوري لكم المكان ده، وانتوا لسه بتفكروا نشترك بالقناة ولا لا؟ اشترك بالقناة فورا فورا واعملي لايك عشان ترفع معنوياتي بعد التعب اللي تعبته. شكرا يا اهل عمان، انقذتوا حياتي. شويه هوا شويه هوا. سبحان الله، ازاي الناس دول قادرين يطلعوا كده بدون ما وقفوا ثانيه وانا كل 10 ثواني بقف؟ فعلا يا جماعه ده الاجانب مش عارف احنا شبابنا دلوقتي بقوا عواجيز ولا ايه بالظبط، بس انا بقيت بعيد قد ايه. وصلت، شايفين طلعت قد ايه؟ وصلت اخيرا الحمد لله. مرحبا بكم في قلعة مطرح. ويعود تاريخ بناء قلعة مطرح لسنة 1507 ميلادية، ولكن تم تعزيزها وتطويرها بعد كده باسوار وابراج اقوى على ايد البرتغاليين اثناء احتلالهم لعمان في القرن الستاشر. تعالوا اوري لكم المنظر من فوق القلعة. ما هذا الجمال. قلعة مطرح كانت تتعرف قديما باسم كوت مطرح، ومعناه البيت المبني على هيئة قلعة أو الحصن بجانب الماء. واسم مطرح يعني مرسى السفن أو البلدي، المنطقة اللي بتطرح فيها السفن حمولتها. ومن حيث موقعها البحري بترتبط المنطقة تاريخيا وجغرافيا ببلاد الهند وجنوب شرق آسيا وبالخليج العربي وبلاد فارس وشرق أفريقيا، الموضوع اللي خلى ميناء مطرح مشهور جدا وخلى كمان السفن التجارية بتقصده من مختلف أنحاء العالم. عشان كده كمان بيطلق على مطرح أيقونة التنوع والتعايش، وصفها الرحالة والمغامر الأسترالي ألان فليبرز اللي زار مطرح سنة 1938 بأنه قال: وقد كان الشاطئ زاخرا وبدون انقطاع بأنواع وأشكال شتى من البشر، من العمانيين والعرب والفرس والهنود والكويتيين اللي قدموا هنا بمراكبهم. والوصف ده بيؤكد الأهمية التجارية للمدينة، عشان كده مش غريب تلاقي هنا سوق موجود فيه البضائع من كل مكان، هنروح عليه أكيد بعد شوية. ومن هنا كمان كل المقدمة دي عشان أقول لكم إن المكان ده كان مقصد للرحالة والمغامرين الطماعين في السيطرة على المدينة، عشان كده كان من المهم إن تكون المدينة دي محصنة، خاصة إن مطرح فضلت لفترة طويلة المصدر الرئيسي لتزويد ولايات عمان باللي يحتاجوه من البضائع. بس شيء جميل عاملين قاعدة وقهاوي، تقدر تطلب حاجة وتقعد كده تستمتع بالمنظر الجميل البانوراما من القلعة. والله شيء جميل، فكرة جميلة.
قلعة مطرح اتطورت في فترة البرتغاليين في سنة 1579 لما كانوا محتلين المدن العمومية الساحلية في الفترة اللي كانت لأكثر من 150 سنة تقريبا، من سنة 1507 لسنة 1649. وبنوا القلعة دي وطوروها بمداميك من الحجارة المتغطاة بطبقة من القص على طلة صخرية، وبنوها في موقع استراتيجي مهم جدا بيطل على خليج مطرح وعلى مكان اللي بيعرف بالمينا. ولعبت القلعة دور كبير في الدفاع عن المدينة من مختلف الجهات وخاصة من الجهة المكشوفة على البحر. من أول ما جيت طلوع 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 أخيرا دي قمة القلعة، أوصلها ونفسي راح خلاص. واحلى شيء وانت واقف على قمة القلعة انك تقدر ترصد السفن وتراقبها زي ما كان الحراس زمان بيعملوا على الممرات الجبلية اللي بتأدي لمدينة مسقط. فكانت قلعة مطرح هي المحطة الاولى في الدفاع عن المدينة، وزي ما انتوا شايفين باينة قدامكم منطقة مطرح بجمالها كلها. وعلى امتدار السور في الجزء المقابل للشاطئ بتنتشر المزاغل. المزاغل اللي هي عبارة عن فتحات صغيرة ضيقة من الخارج وواسعة من جوه عشان يقف عليها الحراس ويستخدموها كمرمى لبنادقهم. كمان في القلعة موجود عدد من المدافع القديمة اللي بترجع لفترة التنافس الدولي على المنطقة هنا، عشان كده هتلاقوا مدافع كتير منها مدافع برتغالية وفرنسية وفارسية وبريطانية. وفضلت قلعة مطرح موقع دفاعي حيوي للدفاع عن مسقط لقرون طويلة بما في ذلك عصرنا الحالي الحديث، خاصة في فترة الحرب العالمية الأولى والثانية، عشان كده موجود فيها كل أنواع المدافع حتى المدافع المضادة للطيارات من الحرب العالمية الثانية زي ما انتوا شايفين. والعلم العماني يرفرف، ما أروعك يا علم. وسور القلعة موجود فيه بوابتين وثلاث أبراج دائرية، واحدة كبيرة في أعلى التلة الصخرية والاثنين التانيين حجمهم أصغر. والقلعة دي ترممت من قبل وزارة التراث القومي والثقافة في سنة 1981، فتم تجديد جميع الأرضيات والأسطح وصيانة المكونات الخشبية للأسقف والشبابيك والأبواب مع توفير الإضاءة اللي أضفت جمال على القلعة خاصة في فترة المساء. وأجمل شيء شفته هنا إنك شايفين الكرسي على الشمال ده، إنك تروح وتقعد على الكرسي ده وتتأمل في جمال الطبيعة وتسترخي. أيوة كده، يا الله ما أروع خلقك، يا الله ما أجملك يا مطرح. وصحيح إن القلعة صغيرة لكن المنظر البانورامي يا جماعة لكورنيش مطرح هو مشهد مش ممكن تفوته. القلعة بيزورها تقريبا أكتر من 100,000 سايح كل سنة، ومش ممكن تزور وتشوف جمال ولاية مطرح من دون ما تزور قلعة مطرح عشان تشوف طريقة اندماج الحاضر بالماضي هنا. وروعة الكورنيش وسوق ولاية مطرح القديم وأبراجها المنتشرة على قمم الجبال والسفن الراسيات في ميناء السلطان قابوس. وبتفضل قلعة مطرح شاهد أمين على ذكريات السفن اللي مرت من قدامها والأحداث والوقائع كجزء مهم من تاريخ مسقط وسلطنة عمان. ونزلت تحت مرة تانية علشان نشوف سوق مطرح. على فكرة انت كبرت خلاص، مش قادر تمشي 20 كيلو؟ فين يا ترى؟ فين مدخل السوق ده؟ وسوق مطرح بيكون سوق تاريخي ويعد واحد من أقدم الأسواق الموجودة في العالم العربي، فبيرجع تاريخ نشأة السوق ده للقرن ال17. في الوقت ده نشطت حركة التجارة خاصة مع وجود المدينة في محور التجارة كوسيط بين الشرق والغرب. وسوق مطرح له اسم محلي تاني اسمه السوق المظلم، وده لأن أكشاكه بتكون قريبة جدا من بعض وزحمة من زواره وزايق بتاعته كمان ضيقة جدا، فنور الشمس نادرا لما بيقدر يدخل جوه المنطقة هنا، فالسوق بيبقى دايما مظلم عشان كده سموه السوق المظلم، اللي بيطلق في بعض الأحيان إلا الأنوار تفضل منورة للمتسوقين اللي جايين هنا طول الوقت عشان يلاقوا طريقهم وما يضيعوش. والسوق مقسوم لاتنين، السوق الصغير والسوق الكبير. سوق الظلام بيكون السوق الصغير، أما السوق الكبير فبيكون سوق للجملة.
ولغاية الستينات لما كانت الحياة أبسط من كده بكتير، كان سوق مطرح هو المصدر الرئيسي للإمدادات والوضاعة اللي بيحتاجها المجتمع المحلي الموجود في سلطنة عمان. وكانت المنتجات المحلية زي المنسوجات والفواكه والخضروات والتمور بتتباع هنا بجانب السلع المستوردة. وما بدأش يبيع الفضيات والمشغولات والسلع التذكارية إلا قبل تقريبا 30 سنة، لما بدأت سلطنة عمان تتفتح أكتر على العالم الخارجي وبدأت تستقبل زوار وسياح من جميع أنحاء العالم. والسوق في الأصل كان مبني من الطين وأوراق النخيل، وكان متصمم بالطريقة دي عشان يقدر يتحمل مناخ المنطقة القاسي جدا. وفي السنوات الأخيرة قامت بلدية مسقط بتجديد وتزيين السوق وتجميله عشان تحافظ على سحره التقليدي، وضفت له طبعا وسائل الراحة الحديثة أهمها المكيفات، بالإضافة لأنها عملت تنسيق للشكل ولون واجهات المحلات التجارية ومواد البناء المستخدمة فيها. وقامت البلدية كمان بإعادة تصميم مدخل السوق على شكل الأقواس العمانية اللي شفتوها وإحنا داخلين. التغيير ده اللي خلى المكان يبقى وجهة رئيسية للي بيزور مش بس مطرح، ولكن كل اللي بيزور مدينة مسقط. وطول ما أنا ماشي قاعدة شم روايح البخور والزيوت العطرية والياسمين اللي معبية الهوا هنا، اللي بخلياني كده أعيش في جو جميل، جو عمان القديم. والسوق هنا فيه كل شيء تقريبا شفته، زي التوابل وأغراض المنازل، كمان فيه ملابس ومجوهرات وأدوات منزلية وأحذية وملابس جاهزة. واعتقد لو انت بمسقط وعايز تعيش اجواء عمان القديمه لازم تيجي ولو ساعه تزور فيها سوق مطرح. وتخيلوا بديت الرحله الصبح الساعه 10 وحاليا قربت على 6 وما حسيتش بالوقت ابدا. هي دي يا جماعه متعه الاستكشاف، لكن فعلا بديت احس بشويه تعب، خاصه ان ساعتي بتقول ان قربنا على المشي 20 كيلو. فيلا اخر مكان هشوفه قبل ما اروح نتغدى، ومعزومين في مكان عماني جميل جدا خلوه مفاجأة. ومنطقة مطرح فيها بوارات كتير، منها الدوار الجميل ده اللي اسمه دوار السمكة. شكله زي ما انتوا شايفين جزيرة متزينة بالزهور، وموجود في نصه نصب تذكاري بيصور سمكتين وسط نافورة، يعني معلم جميل لتجميل مدخل المنطقة. وفي نهاية حي مطرح موجود السوق الجميل ده. السوق ده اسمه سوق مطرح للأسماك، والسوق ده بيكون مكانه على الواجهة البحرية لمدينة مسقط. هو سوق زحمة للسمك، بيوصل فيه الصيادين العمانيين الصبح بدري عشان يفرغوا حمولتهم هنا من الصيد للصدود طول الليل، ويبدأوا يجهزوا في السمك عشان يتعرض عشان يبدأوا يبيعوا صيدهم اليومي. واكيد احنا في نهاية اليوم، فاكتر الاماكن اللي بيتباع فيها السمك اكيد خلصت واتباعت، عشان كده نص السوق فاضي ومفيش حد ماشي غيرنا. وفي الاصل السوق ده كان مجموعة صغيرة من الاكشاك اللي اتعملت سنة 1960 واتطورت على مر السنين لحد ما وصلت للمبنى الحديث اللي احنا ماشيين فيه، واللي شكله تقريبا عامل زي الموجة، اللي تم افتتاحه في شهر سبتمبر سنة 2017. واحسن وقت تشوف فيه السوق هو طبعا الصبح بدري عشان تشوف السمك وهو لسه واصل طازة، وتشوف التجار واصحاب المطاعم هما بيتنافسوا في معارك على السمك اللي لسه واصل السوق. وتقدر لو انت بتحب السمك ان تاخد احسن اسعار طبعا في الوقت ده. يعني انا جيت في اخر السوق والمفروض دي بواقي السمك. السمك مذهل يا جماعة، احجام خرافية، شايفين السمك كبير قد ايه؟ يمكن قد تقريبا الراجل اللي واقف بيشتري قدامه. غير كده بيقدم السوق مجموعة مختارة من اكشاك الفاكهة والخضار، حتى اكشاك الفاكهة والخضار شالوا الكراسي وكانوا بيقولنا يلا مع السلامة. ومن امام هذا اليخت الظريف والمركب الظريف، واحب اقول لكم انبسطت فيكم كتير زي ما انتم انبسطتوا فيا. واتمنى يا عم ابعد ابعد شويه، او تعالى عادي، تعالى تعالى، طيب تعالى، انت واقف في ظهري فمش طالع. مين مش طالع؟ لا لا زعلان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم انبسطتوا وحسيتوا فعلا كأنكم كنتوا معايا بالرحلة. و...
وما تنساش تبعت الفيديو لكل واحد بيحب السفر والرحلات وعايز يشوف مدينة مسقط، اعمل له شير للفيديو ده. وما تنساش طبعا لو مش مشترك في القناة اشترك فورا دلوقتي، فعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار كل ما ينزل فيديو جديد. انا جعان. رايحين ناكل. حاضر، رايحين ناكل. واذا انت مبسوط تنساش تعمل لايك. شوف انا تعبت قد ايه، 15 كيلو. على الاقل تعمل لايك لو ما عجبكش الفيديو، لو عجب الفيديو تعمل لايك، لو ما عجبكش برضو اعمل لايك عشان المجهود. اكتب لي بالفيديو، مش انا بقول لك كانك هناك، يعني كانك موجود معايا. فانت اكتب لي دلوقتي تحت الفيديو، اكتب لي ايه، انا معاك، عشان احس ايه، مش هو بس يحس ان هو معايا، لا انا كمان احس ان هو مع، ان هو مع، يعني مش انت تحس ان انت معايا بس. مش عايز مش بس، يعني انا بحسسك كانك معايا، فانت بقى حسسني انك معايا ازاي بقى. اكتب لي تحت الفيديو اي تعليق، يعني انت تعبت. لا انا عايز انا معك عشان احس ان هو ايه، حاسس كده من جوه باحساس. طب احنا فين دلوقتي؟ احنا لسه في منطقه مطرح في مدينه مسقط. دخلنا سوق الذهب لانها ذهب، عنده ذهب كتير ما شاء الله. لسه مكملين زيارتنا قصيره للمدينه. سوق الذهب جوه يا عم، بيبيعوا ذهب. خليني اقول كلمتين. طيب خلاص، ما بقتش عارف اقول. خلاص خلاص مش قادر. سلام. وهو ده المطعم المفاجاه اللي معزومين عليه، مطعم روزنا العماني المشهور جدا. فيا ترى ايه الموجود جواه؟ متحمسين زي ما انا متحمس؟ معنا سلام الكندي، الاستاذ سلام الكندي، احكي لنا شويه عن عمان وهيتفرجنا على المطعم وناكل كده اكل عماني ظريف. الشيئين اذا ما زرتهم في عمان كانك ما زرت عمان ابدا. القلاع، اها، اللي مبني هنا المطعم على شكل قلعه. والافلاج، فلج هذا نظام ري معقد جدا. طيب عندنا في عمان اكثر من 10,000 فلج يا الهي، وقديمه جدا، يقال ان بعضها من ايام النبي داود، ومن صعوبه بناها يقال ان بعضها بناها جن النبي سليمان. احكي لك بعض القصص عنها وبعدين نكمل. فلج يسموه فلج الخطنين، يبعد من هنا 120 كيلو في بركه الموز. هذا الفلج ينبع من الجبل الاخضر، ولما يوصل القريه سموها قرية بركه الموز، ينقسم الى ثلاث اتجاهات. هذه القنوات مش متساوية في الحجم، لكن من مئات السنين المية اللي تروح في كل واحد متساوية، ما في حد يأخذ أكثر من الثاني. أهل القرية يروحوا لعند المنبع ويستأذنوا من الجن عشان إنه يخلصوا مناسبتهم، بعدين ينقطع المي. الله. قديما سكن حكومة، مقر حكم، مقر دفاع عن القرية، كل الأشياء ممكن تحصلها داخل. استبلات، أكل، مزارع، مي، أبار، أفلاج داخل القلعة الواحدة. إحنا قبل ما نبني المطعم زرنا خلال سنتين بنجمع معلومات عن كل القلاع والأبنية والأماكن اللي موجودة في عمان، وجبنا من هذه الأماكن وحطيناها هنا. استخدمنا في البناء مثل أول نفس الشيء اللي كانوا يستخدموه قديمة. عندنا استخدمنا جذوع النخيل، وعندنا تقريبا مليون نخلة في عمان. اليقين كانوا في عمان أول بنوا صور، عندنا مدينة اسمها صور، بنوها وبعدين بنوا صور اللي في لبنان كمان، هون قبل لبنان صور. تمام. الخشب الكندل هذا خشب قوي جدا، يتحمل الشمس، يتحمل المية المالحة والحلوة والرطوبة. كيرة هذه فيها باب صغير يسموه فرخ من الفركة العادية، لكن لما يجي الجيش ولا القائد ولا يعني ضيوف ينفتح الباب الكبير. لما يكون هذا افتح يا سمسم. واو. فكرة مطعم روزنا الشعبي وهدفه هو الترويج للتراث الوطني العماني، لأن في المكان ده اللي على شكل القلاع والحصون العمانية نقدر ناخد تجربة جميلة للحياة في عمان القديمة. لكن سامحوني يا جماعة، الضوء خافت جدا، فأتمنى تكون الصورة واضحة عندكم. هذا من صلالة، تشوف هذه الألوان بهذا الشكل، هذا مصنوع في صلالة في كل الدول العربية. فيها الجمر
وين حط فيها الفرانكنسنس او البخور؟ فوق وتحت 30 غرفة مختلفة الأحجام، مختلفة المأخوذة من أماكن مختلفة. خلينا نشوف غرفة. جبرين، في حصن جبرين أيضا، في حصن مشهور اسمه جبرين. السقف ماله مزركش، عادة في العمان ما يسوي سقف مزركشة، يكون فيها يا أنه خشب أو أنه جذوع نخيل، لكن هنا السقف مزركش ونفس الصورة طبق الأصل عن الغرفة اللي موجودة في حصن جبرين. حصن جبرين يبعد من هنا تقريبا 170 كيلو. كل غرفة لها سجادة، أول سجادة وصلت لعمان من أفغانستان، كل غرفة لها سجادتها الخاصة محيوكة يدويا في أفغانستان بالديزاين القديم، ما في أشكال مودرن، كلها أشكال قديمة. طبعا لحد الآن الناس تحن الكنسة الأرضية، يجلسوا يأكلوا على الأرض، يأكلوا بإيدهم. إذا كنت باغت فول إكسبيرينس السبلة بالعماني هي مجلس الرجال، خاصة بفعاليات الرجال سواء كان أفراح أو أتراح. بعض المناطق تشوف انت هذا الباب يعني أوطى من العادة، على أساس لأنه القائد يكون داخل، فلما تدخل تشوف توطي راسك. توطي راسك. واو. وهنا كان بيقام مجلس الرجال. هي شبه جزيرة على مضيق هرمز، تمام. يحتلونها عائلة بس واحدة اسمهم الكمزارية، لهم لغة خاصة مأخوذة من 8 لغات، عربي وإنجليزي وفارسي وأسباني وبرتغالي. الناس اللي مروا عليهم خذوا منهم شوية كلمات وحطوها وسووا لغة. أحلى حاجة ما في الأمر لما تقول واحد كمزاري دور أوبن، إيش معناتها؟ شو يعني؟ إيش معنات دور أوبن؟ افتح الباب. لا معناتها سكر الباب. مجلس الجن هذا مسمي على ثاني أكبر كهف في العالم، موجود في عمان هنا. هذا يتسع لست طائرات بوينغ. طب ليش مسمينه جن؟ لأنه له قصة. يقال إنه يعني قبل ما في غزو جاي للمدينة، ولما قبل ما يجي الغزو جمع القائد تبع المدينة الذهب تبع المدينة كلها وحطه وخلى عليه حراس من الجن. هذا نستقبل فيه ضيوف، نودعهم، يجوا يشربوا قهوة وسويت هنا، أو إذا كان في إيفنت هنا يتجمعوا هنا ضيوف البي آي بي. قبل يوم من العرس في حفلة حنة للعروس، العروس تجلس فيها بالداخل، ما يبان منها غير ايدها ورجولها فقط، تتحنى، ما يشوفوا منها شيء ابدا، ثاني يوم يشوفوها فقط. الخبز العماني يعني بسيط جدا، طحين كامل، قمح كامل، مي وملح فقط، ما في شيء، لا خميره ولا في شيء. وياخذ مسماه على حسب الثكنس ماله، في تكنيكس أقل من هذا يسموه رقاق، هذا نسميه رخال، اللي بعده يكون شوية أتخن يسموه بولا، تعمل منه حلويات. هذه كاتشوري احنا جبناها من أفريقيا وعدلنا فيها، أو احنا عملناها في أفريقيا لما كنا نعمل نحكم أفريقيا. تمام، حلو. كل واحدة منهم لها طعم مختلف. يلا ندوه نقول. ورق الموز، ورق الموز بيتحط فيه اللحمة وبتدفن تحت النار. تدفن قد ايه؟ 24 ساعة. ودي ايه دي؟ لحم جمل. ده لحم جمل؟ لحم جمل ما شاء الله. ده غنم. وده عمر فين الجمل؟ هنا؟ وهذا؟ قناي أرصية. أرصية؟ طب بقول لك رز. اوكي نجيب احنا بقى نفتحها في مصر. لا تقيلي، فيها لحمه، فيها لحمه. هندوق هندوق كله هندوق يا جماعه. دي دوتها بطاطس بس يمكن عليها زعفران شويه. حط لي بطاطس. حط له بطاطس. حط عليها لحم غنم يا جماعه. لحم غنم جنبين تقطيعات كمان.
لازم لازم تكون بس تجرب الاكل العماني الجميل. هذا في صوص احمر يا جماعه نسيتني. اه تمام. دي طلعت لحم تونه مع الرز. بس ده ورق الموز بيجي اخضر كده يعني في نقطه كده. هذا الصوص يلا انا حطيته كده. هذه يسموها ترشه. ترشه اسماء بنتعرف عليها لاول مره. يا جماعة حندوق دلوقتي الحلو العمائي. دي حاجة بتتشك كده لقمة الأرض المصرية بالظبط. أما دي ممكن ندوق معاك؟ دي تمر بالحاجات كتير. أما دي بتصوح من الدوق بالعسل. ايه ده؟ انا متوقع بس عسل ايه ده؟ حاجة ما حبيتهاش. شكرا. كده جايبين منها واحدة بس. واخر واحدة. اخر واحدة. عادي بسكوت عادي قريبة. تمام. استاذ سليمان انا حابب اشكرك جدا. اهلا وسهلا. والله سهره ظريفه وان شاء الله تتكرر مره ثانيه. شكرا. الله يخليك. الله يخليك. شكرا. مع السلامه. من مدينه مسقط ابو عمان اشوف وشكم بخير ولغايه ما اشوفكم المره الجايه. توحشوني كتير. وسلام. باي. واحلى تحيه لكل اهل مسقط الطيبين اللي انا طول ما انا ماشي بيدلوني على الطريق واللي بيوصلني واللي بيقعد يحكي لي قصص وحكايات. طبعا بس ما بدوش يطلعوا بالفيديو ولكن فعلا اهل مسقط فعلا على الراس من فوق. واحلى تحيه لكل اهل مسقط وسلام مره ثانيه.